يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هل اتخاذ الهوى إلها يصل إلى الشرك الأكبر؟ أحيانا يصل إلى الشرك الأكبر إذا عبد غير الله أو ذبح لغير الله لأنه يهوى هذا ويحبه، يصل به إلى الشرك الأكبر، أو يصل به إلى الكبيرة من الكبائر، أو إلى الذنوب الصغائر. اتخاذ الهوى إلها يتفاوت. نعم.